بينما تتجه الأنظار نحو الكويت التي ستحتضن الجولة الثالثة من المباحثات بين الحكومة والإنقلابيين منتصف الشهر الجاري، تواصل الميليشيا حربها في الداخل، وكأن هذه المباحثات ليست سوى جولة أخرى لاكتساب مزيد من الوقت لإكمال هذه الحرب التي بدأتها قبل أكثر من عام. قبل يومين بدء سريان إطلاق النار بين الجانبين، لا تزال الحرب على أشدها في كل الجبهات، بينما تدفع الميليشيا بتعزيزات كبيرة نحو تعز، وعلى رأس قائمة أهدافها هناك العودة إلى لحج التي باتت على أطرافها بعد أن سيطرت على الوازعية جنوب تعز قبل أيام. في الجوف تتواصل المواجهات العنيفة التي تكللت أخيرا باستعادة الجيش الوطني والمقاومة لعدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيا هناك، ولا تزال المواجهات قائمة. من المقرر أن تبحث الجولة الجديدة من المباحثات ما يفترض أنها نقاط إنهاء الانقلاب وترتيبات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وترتيبات الأمنية الانتقالية، ولكن استمرار الحرب على الأرض يجعل من التباحث حول تلك النقاط يبدو منفصلا عن الواقع وغير ذي جدوى. التفاهمات القائمة بين السعودية والحوثيين نجحت حتى الآن بتأكيد تهدئة على الحدود، وربما تمتد إلى جبهة ميدي بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم ميليشيا الحوثي، ولكن هذه التهدئة لا تصب في مسار إنهاء الحرب كما يرى مراقبون، بل ربما كانت سببا في دفع الميليشيا بتعزيزاتها إلى جبهات أخرى، وهو ما يعني أن الحرب مستمرة حتى إشعار آخر. وما تلك اللغة المتفائلة التي تداولها المعنيون بملف المفاوضات سوى دبلوماسية مفرطة؟